عندي بعض الاخوان رايحين للجنديه، طبعا بالعراق للاسف ماكو جنديه، وهذا اللي ان شاء الله يصير الجنديه، لانه جنديه زينه للشباب سيذوجون ويعلقون سيد شيء يريد من عندنا. نعم. لان الترهل الترهل الموجود، الحاله اللي شايفين الميوعه، ميوعه الشباب، هذا لما يروح الجنديه يقوموا الصبح ويضربوا براسه ويمشي كذا وصعد الجبل وازحف بالطين، هذا يجعل جسمه جسم رجولي مو انوثي كما الان حاله الانوثه والخناثة للأسف الشديد. هاي الرجولة وهاي القوة وهاي القسوة وهاي هذا في الواقع بعد الجندية لا يرجع واحد بطنه الكبر ووضعه مدري شلون.